الأعمال الانتقامية المرتقبة لم تتأخر. الولايات المتحدة ردت على مقتل 3 من جنودها بضربات جوية غير خاطفة، بل طالت مدتها نحو 45 دقيقة لم تهدأ فيها الغارات الأمريكية، طالت 85 هدفا غربي العراق وشرقي سوريا، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران تورطت في هجوم الأردن. الضربات تمت عبر 125 قذيفة ونفذتها قاذفات أصابت 7 منشآت، 4 منها في سوريا و3 في العراق، شملت مواقع لعمليات قيادة ومراكز مخابرات وتخزين صواريخ وقذائف ومسيرات. نبدأ من سوريا. الضربات طالت 27 موقعا، بينها مستودعات أسلحة، ذخائر على طريق بول سعيد وفي بلدة عياش، ومصنع مسيرات في حي العمال ومطار دير الزور واللواء 137 قربه. بلدات عدة في دير الزور أيضا شملتها الغارات، بينها البغيلية شميطية والتبني وأحياء الصناعة وحويجة صقر وهرابش ومواقع في مدينتي العشارة والقورية. أما إلى البوكمال، فشنت الولايات المتحدة هجمات على الهجانة والهيري ومعبر السكك ومنطقة الحزام، وامتدت إلى الميادين كما ترون في هذه النقاط، مستهدفة أحياء تمو والحمدانية وقاعدة عين علي قرب قلعة الرحبة ومنطقتي الشبلي والحيدرية. إذن حالة صنفار وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية سبقت هذه الضربات، واستكملت بعدها تحسبا لهجمات أخرى. إجراءات تقليل الخسائر البشرية شملت نقل القيادات إلى محافظتي دمشق وحمص مع الاكتفاء بعناصر للحراسة فقط. أما في العراق فركزت الغارات على الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا، لا سيما منطقة السكك في القائم وأيضا العكاشات كلاهما في الأنبار. وكان ضمن المواقع المستهدفة مخزن للسلاح الخفيف ومراكز قيادة للعمليات استخدمتها الفصائل بالهجوم على المصالح الأمريكية. طلب الجهات الرسمية وضع حد لهذا التواجد العسكري داخل المجمعات السكنية، ولو احنا سعينا اكثر من مرة واجراءات رسمية وصلناها للجهات العليا لإنهاء هذا التواجد، لأنه صب أضرار وإصابات للمواطنين.